بدأ منذ نحو الشهر موسم جني الزيتون، تبدأ معه المعاصر ببيع منتوجها للعموم وسط توقعات الديوان الوطني للزيت بارتفاع الأسعار بنسبة هامة مقارنة بالسنة الفارطة، ارتفاع يعود لتراجع مرتقب في الإنتاج بأكثر من 60%. هذه السوق مرتبطة بالسوق العالمي وغيره، لكن الأكيد أن مش ترتفع مقارنة بالموسم الفارط، خاطر منتج ضعيف، انتاج مش كبير برشا. بارتين من 15 ديسمبر حتى الجانفي وقت الناس تنجم تقتني الزيت. وقت السعر بالضبط يظهر معطيات اللي عندنا تو في المعاصر، معناها معطيات الحقيقة معناها اللي ديكلاراتيف تو بين 8000 و9000 تو في المعاصر تو اللي ياخذوا فيه المستهلكين. بالنسبة للزيت الجديدة، زيت الموسم هذا بين 8000 و9000 للمستهلك التونسي في المعاصر. الزيت القديم حسب ما نشوف هنا بين 6000 و7000 تقريبا، الزيت القديم اللي يتباع للمستهلك التونسي واللي هو جودة عالية راه مش خايب به. وينتظر أن يبلغ الإنتاج الوطني من زيت الزيتون 140 ألف طن، وذلك بعد موسم قياسي وفر فرصة لتطوير الاستهلاك الداخلي من هذه المادة. معناها كان استهلاكنا الداخلي معناها من زيت الزيتون في تونس تقريبا 50 ألف طن اللي هو كيف كيف موسم معناها مستوى قياسي. احنا استهلاكنا تقريبا داخليا في زيت الزيتون بين 30 و35 ألف طن سنويا تقريبا. عم ناول فما معناها تحسن في الاستهلاك الداخلي، واحنا الهدف نتاعنا باش نوصلوا 80000 طن من الاستهلاك الداخلي، وصلنا عملنا 50000 طن باعتبار انه الاسعار في الموسم الفارط كانت في تناول المستهلكين. يذكر أن تقديرات الموسم الحالي تشير إلى تسجيل أكبر انخفاض على مستوى إنتاج زيت الزيتون والزيتون خلال السنوات العشر الأخيرة.